ارحب باسم صاحب السمو الملكي الامير الوليد بن طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس الاداره الكامل بجميع الحضور. صراحه انا اشكر الجميع اللي حضروا واللي تعنوا من سواء من المملكه العربيه السعوديه او من خارج المملكه اللي حضروا خصيصا لهذه الاحتفاليه. وكلكم مشكورين وما قصرتوا على هذه الجيدة. بالطموح أنا مؤمن أن قيمة الفنان في قدرته على إسعاد نفسه من خلال إسعاد الآخرين. حنا كلنا عايشين في أجمل عهد للرقي والانفتاح الطامح لأروع مستقبل. في أجمل عهد للرقي والانفتاح الطامع لأروع مستقبل. مستقبلنا كوطن في 2030 هدفنا الأسمى تعزيز الثقافة الفنية الوطنية. وقناعاتي أن كل مواطن سعودي من موقعه من أهم إجاباته أن يساهم في تحقيق الرؤية العملاقة لوطننا العزيز. تعاقدي الجديد مع رونتانا له أهداف وطموحات كبيرة أقدم فيها نفسي برحلة نجاح جديدة في مشواري، وأضيف فيها أهم بصمات جديدة في سجل تعاوناتي مع شركات الإنتاج الوطنية